ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي هنعمل سلطه لطيفه جدا، انا هعمل بيها ميكس بين السلطه الفاصوليا البيضه وبين الفاصوليا الخضراء. طبعا لو حضراتكم اشتريتوها فروزن مجمده هنزلوها بس بلانشيه في ميه سخنه لمده دقيقتين وتطلعوها تمام. لو احنا هنستخدمها فاصوليا خضراء يعني فريش خلاص هنسلقها، وهنسلق طبعا الفاصوليا البيضه لازم مع رشه ملح بسيطه كده وتمام. هنبدا نتكلم عن المقادير. بسم الله، عندي لسلطه الفاصوليا المسكره فاصوليا خضراء مسلوقه، وعندي فاصوليا بيضه مسلوقه، عندي فلفل الوان مشكل زي ما حضراتكم تحبوا، الاخضر الاصفر الاحمر، عندي بصل متقطع جوليان اللي هو البصل الاحمر، والبصل الاحمر لانه اكتر انواع البصل اللي بيليق قوي مع السلطات، دايما بنستخدمه في السلطات والحاجات البارده. عندي كمان كوبايه من الخل، وما تستكتروهاش، هي دوب على الكميه عشان تدي الطعم، انتوا حتى بتلاقوها كده في صوص كده موجود هناك فيها. ونص كوبايه من السكر، وزيت زيتون وملح وفلفل. تعالوا نقول بسم الله واقول لحضراتكم اول خطوه هنعملها هي ايه عشان دي مهمه قوي. هاخد بوله، بسم الله الرحمن الرحيم، البوله دي هحط فيها كميه السكر، بسم الله، وهاخد فيها كوبايه الخل بس كده، وهندوب الخليط ده زي ما حضراتكم شايفين كده، ندوبه كويس قوي، بسم الله. اللي عايز يتغاضى عن كميه السكر دي بمعلقتين كبار من العسل الابيض ممكن، اللي عايز يستخدم اقل من ده كميه، يعني مثلا حوالي مثلا ربع كوبايه من الخل التفاح، بس خلوا بالكم خل التفاح قوي النكهه، الخل الابيض هتبقى احلى في الطعم. اللي عايز يعملها يعني بشكل مختلف عن كده، هننزل البصل. البصل ده لازم يتنقع شويه، لازم تسيبه على الاقل نص ساعة. نص ساعة البصل ده في كمية السكر والخل اللي حضراتكم شفتوها دلوقتي. خلاص أنا مش هاجي جنبه، أنا هسيبه كده، وهاخد الكمية دي إن أنا أخلط الخليط الحلو ده من الفاصوليا الخضراء. شايفين؟ لازم تحافظوا على الخضار بتاعها زي ما قلت لحضراتكم، احنا يمكن محتفظين بباميه من اللي احنا جمدناها مع بعض لو تتذكروا حلقه الباميه الويكه، والباميه اللي نشفناها والباميه عملناها بشكل ايه وشايلين منها، هنطبخها ان شاء الله قريبا مع حضراتكم. الحاجات دي بقى حاضر يا روح قلبي، بس كده ده انا هروقكم. وادي الفلفل الاخضر، خلاص، وهاخد كمية، مش كل الكمية هاخدها من الفاصوليا البيضة، لكن هاخد كمية حلوة. خلوا بالكم الفاصوليا دي فوائدها كتير جدا، وبعدين ليها ألوان، في ناس بتستخدم الأحمر، هنحكي عن فوائدها دلوقتي. الفاصوليا البيضة دي اسلقوها بس مع رشة ملح ومع نقطتين زيت لو حابين، أهي كده، أنا بحبها بصراحة جدا، وبحبها كمان يعني طهي مطبوخ، بس القشرة عشان دي طبعا طبيعية ما هيش علب، دي فاصوليا بيضة طبيعية احنا اللي سلقناها. شايفين ازاي؟ الباقي ده بقى احنا ممكن نعمل بيه ايه؟ يتعمل مهروس الفاصوليا، بيبقى رائع. عارفين عاملين زي ايه؟ عامل زي السلطة بالظبط بتاعت الحمص بطحينه، نقدر نعمل منها بالفاصوليا. على فكره في حاجات كتير قوي احنا مفتقدينها، بتبقى اكلات جميله جدا ما بتتقدمش في مصر، بس سلطات بتتعمل بالذات بلاد الشام، يعني ما شاء الله عليهم مبدعين. بصوا بقى نقلب كده، المفروض بقى بيتساب ساعه زي ما قلت لحضراتكم، او هتحطوا الخليط ده هنا. خليني اخد بقى رشه الملح ورشه الفلفل، وطبعا هنحط زيت الزيتون.
هنجيب انتوا مجهزيني طبق كبير يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا نهى من قطر، اهلا وسهلا. عليكم وعليكم حبيب. السلام ورحمه الله وبركاته يا نهى، اهلا بيكي حبيبتي. اخبارك يا حبيبتي؟ الحمد لله، تسلمي يا روح قلبي، تسلمي يا حبيبتي. منوره يا شيف عظيم. الله يسعد قلبك حبيبتي، منور باتصالك ومتابعتك والله حبيبتي. انا كنت عايزه اكلمك، انا كنت بحاول اكلمك المره اللي فاتت لاني كنت محتاجه منك تعملي لي وصفات دايت. من عيوني. انا ابني عنده 13 سنه ما شاء الله، و محتاج ينزل كده شويه حلوين، وانت عارفه السن ده بيحب الاكل. طبعا طبعا، فتره نمو اكيد. هو لا، وهو بيحب الاكل ما شاء الله ما شاء الله، قادر يا عيني يمشي ما شاء الله، شوفان، الحاجات اللي هي بتاعه الكبار دي. يا حبيبه قلبي حاضر. وصفات تنفع لسنه، وبرده ما تديله الطاقه طبعا اليوميه، ويبقى برده صحيه ليه. حبيبها. حاضر، من عيوني حبيبها. من عيوني حبيبه قلبي. هتابعك يا شيف عظيم. يا حبيبتي انت زي حالاتي، بتكلمي مدرسين كتير وبتتابعي. يا روح قلبي يا روح قلبي. يا من غير ما تقولي، ما انا داخله عليه هنا في مصر. يا حبيبه قلبي، ربنا يعينك يا حبيبتي ويقويكي على تربيتهم يا رب. يعني حبيبتي من عيوني، من عيوني. هتابعك اكيد، علشان فينا خناقه في البيت بسبب الضيف. يا روحي عينيا بس كده والله. حاضر، واعملي له بس انت اي حاجه، اعمليها له مشويه في الفرن، ولو عندك الاير فراير استخدميه، على فكره هيوفر كتير قوي في نسبه الدهون. اعملي كده. عندي وبعمل، بس هو تحس ان هو زهق يعني، بشوي فراخ، بشوي هي فراخ دايما، وسمك وسمك، اديله سمك. بس الكوتش بتاعه منع السمك، مش عارفه الموضوع ده صح ولا ايه. لا، ما احنا لازم نعرف السبب، هو منعه عشان ايه؟ هل عشان حاجه خاصه بالتمرين، ولا هو منعه عشان في حاجه، هو الولد عنده مشكله في حاجه؟ ده اللي لازم نعرفه. اصل السمك ده قال له فراخ بس، سمك ولحمه لا، مش عشان حاجه، هو علشان التمرين. اوكي طيب، خلينا النهارده انا تابعي بس الحلقه لحد نهايه الفقره الطبيه، عشان انا هسالك سؤال خاص بابنك النهارده مع الدكتور، هتبقى معانا. الله يخليكي حبيبه قلبي، نورتيني وشرفتيني حبيبه قلبي. تسلمي لي، امين يا رب. احنا وكل السامعين في حفظ الله حبيبه قلبي، في حفظ الله. بصوا الصوص تحت، انا هوريه لكم دلوقتي، بس طبعا لازم تسيبوها وتسقعوها. معلش انا هغطس تحت كده ثانيه واحده، يعني ايه محتاجه اغطس. عشان بصوا اقلبها كويس. بصوا بقى فيها شوية صوص اللي هو ده، شايفينه أهو. عايزة أقول لكم الفاصوليا دي في منها أربع أنواع، السودة والبيضة وفي الحمراء وفي الخضراء، كلهم نسبة الحديد والفسفور والكالسيوم بسم الله ما شاء الله. عايزة أقول لكم يعني هي كمان بتنظم نسبة السكر في الدم. فاصوليا الخضراء دي فيها بروتين نباتي رائع، هنحكي دلوقتي. بصوا بقى، بسم الله، الولاد فعلا بيزهقوا، بيميلوا للحاجات اللي هي دي، بس طبعا احنا هنظبط لهم اكلات. ماشي حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، هنقدم بس السلطه الحلوه دي. الصوص تخلوها فيه في نفس البوله، يعني انا بس هنا عشان بقدم في الطبق قدام حضراتكم، لكن انتوا في البوله تاخدوا من البوله، كل ما يسقع وتقعد في الصوص كل ما هتستمتعوا بالطعم. ماشي، عايزين بقى تحطوا فاصوليا حمراء في البقوليات، تحطوا فاصوليا سودا على حسب. هي الاسود مش موجود عندنا في مصر بصراحه، هي بتتباع قليل قوي، يعني حاجات مستورده اعتقد، مش كل الاماكن كمان بتجيبها. بس اهم حاجه تسيبوا البصل مع الصوص ده شويه مع السكر وال زي ما قلت لحضراتكم والايه. يلا هنعمله على طول، ما تقلقوش. شايفين؟ بصوا الصوص بقى اهو، ده لازم يفضل موجود اهو، شايفينه ولا؟ اهو ده لازم يفضل موجود، وتفضل هي فيه، كل ما نيجي ناخد منها نقلبها ونغرف وناخد منها، هتلاقوا الطعم رائع 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 والله بجد، ما تختلفش عن بره في حاجه. تعالوا بقى هنا نقدم الطبق الحلو ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم.